للمرة الأولى يقوم مركز العمليات والتحكم للشركة السعودية للكهرباء في المشاعر المقدسة باستخدام تقنية شبكة الألياف البصرية للتحكم عن بعد بمحطات المشاعر لتفادي الحشود والزحام بين المخيمات وسرعة نقل المعلومات من موقع العطال إلى مركز العمليات الرئيسي. نتابع هذه الجهود. مركز العمليات والتحكم لشركة الكهرباء بالمشاعر المقدسة، المراقبة المستمرة وسرعة إنجاز العمل هي عنوان هذا المركز. أولت الشركة اهتمام كبير لتطويرها واستخدام أحدث التقنيات الموجودة عالميا في إدارة شبكات التوزيع من خلال استخدام أحدث التقنية الموجودة حاليا، كما لما تولي الدولة من أهمية عالية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والحرمين الشريفين. ونجحت الشركة خلال هذا العام في تطبيق خدمة الفايبر أوبتيك في سرعة الاتصال بالمحطات التوزيع من خلال إدارة ما يزيد على 1200 شبكة توزيع في مكة في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بمكة المكرمة. توفير الراحة لضيوف الرحمن على مدار الساعة في موسم الحج هو شغلهم الشاغل. طبعا قامت الشركة السعودية للكهرباء في هذا العام تحت شعار نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن بتقديم جولات تفتيشية وتوعوية على ابتداء بالمطوفين والعاملين والحجيج. أيضا قامت بتوزيع كتيبات توعوية للسلامة على الحجيج بمختلف اللغات. قامت الشركة السعودية للكهرباء تطبيق أحد أفضل الأنظمة التي تساعد في وصول فرقها الميدانية للعميل أو المشترك وتقديم خدمة مميزة وفي ثمن قياس. فقامت بتزويد الفرق بنظام إدارة الفرق الميدانية FFMS. النظام هذا يساعد الفرق الميدانية بسرعة الوصول بحيث أنه يكون معاه جهاز كفي يحمل جميع المعلومات التي تتعلق بالشبكة والمعلومات العطل والتي تساعد الفرق بسرعة الوصول للموقع، وكذلك يساعد المشرف بتتبع الفرق الميدانية الموجودة. بعد نهاية كل موسم حج يبدأ فريق الصيانة بالكهرباء بوضع خطة تحتوي على بعض الملاحظات لكي يتم تحسينها وتفاديها في حج كل سنة مقبلة. احنا نقوم بعمل الصيانة من بعد موسم نهاية كل حج، نبدأ نسجل جميع الملاحظات على الشبكة اللي سجلت في العام الماضي ونبدأ في إعداد برامج للصيانة ونضع الخطط المناسبة لأعمال الصيانة في المشاعر بصفة عامة. الحج رسالة سلام في أرض الإسلام، ورسالة هؤلاء سلام من الله على حجاج بيته الكريم. خالد التميمي، الإخبارية، مكة المكرمة.